كلامنا الآن ضد هذا، أين قول الحق؟ أين قول الحق في هذه المشاكل؟ أنا أقول لهم دائما لابد أن نثير الحق، أن ننشر الحق. الله يقول النبي، الله يقول عن القرآن، تبارك الذي في القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كيف يكون للعالمين نذيرا؟ هل يستطيع أن يكون للعالمين نذيرا إذا بنى كوخا في الغابة ويكتب عليها دعوة؟ لا، لابد أنه يصل إلى الناس. النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، في أول الأمر لما دعا إلى الله، إلى أين ذهب؟ إلى صفة، جبل صفة. أين جبل صفة؟ في مركز المدينة، أي داون تاون مكة تقريبا تستطيع أن تقول. لماذا؟ لأنه أراد أن يوصل الرسالة إلى كل الناس. موسى عليه السلام ماذا قال لفرعون؟ موئدكم يوم الزينة ويحشر الناس الضحى. لماذا؟ لأن في هذا اليوم كل مصريين كانوا يخرجون، لأنه أراد أن يوصل الرسالة إليهم، إلى كل الناس. ولذلك علينا أن نقوم خصوصا في ألمانيا وفي هذه الدول بنشر الإسلام. لابد أن نوصل الرسالة إليهم، هذا أمر مهم جدا، وإلا هم يحرفون الإسلام من داخله. يعني علبة مكتوبة عليها إسلام وفي داخلها الكفر المحض،